السبب مريحك. صورة جماعية لكل الأطر المنتخبات وتشجيع الأطر. وهناك طبعا فكرة رائعة جدا قامت بها وزارة التربية الوطنية والتعليم على هي سيدي الحيوتي سبور كاس الكاس هنيئا. الرتبة الأولى سيداتي سادتي وعن جدار الأولى أكاديمية سكول الخصوصية مديرية جديدة عن جهة الدار البيضاء استطاعت هنيئا للمتوجين بالرتبة الثالثة الأولى. التلاميذ والتلاميذ وها هي اليوم سيداتي سادتي الرياضه المدرسيه تخرج وفق الجمهور لتعانق الجميع ولتبين بان الرياضه المدرسيه حاضره وحاضره بقوه وباعتبارها ايضا مشكلا قويا مشكلا حقيقيا للرياضه الوطنيه. للثانويه الاعداديه طارق بن زياد طنجه اصيله. Olé! Olé!